صباح الخير عليكم. بقالي كام يوم ما قدمتش حاجة لكم، لكن أكيد طبعا كنت بدور على حاجة تكون قيمة. فالنهاردة بنقدم حاجة عن عملات روما القديمة. جمهورية روما، القطع اللي بنقدمها دي مهمة جدا لأنها قطع تاريخية ونادرة. حصلت في روما مرتين إن يتحكم روما حكم ثلاثي، يعني ثلاثة يحكموا الدولة، ودي كانت تاني مرة يحصل فيها. والتاريخ لما بنقرأ بنقول الكلام اللي موجود في التاريخ بيقول إن روما شهدت خلال القرن الأول قبل الميلاد حكومتين ثلاثيتين، تشابه مصير الحكومتين. كل مرة كان بينشب صراع، أكيد طبعا المركب اللي لها رئيسين تغرق، ما بالك ليها ثلاثة، طبعا أكيد ده يحصل فيها، بينشب فيها صراع بين الثلاثة الكبار، وبتغرق روما في حرب أهلية، وفي النهاية بيحصل فشل. قاد ذلك النوع من الحكم الثلاثي في نسخته الثانية، يعني كان في نسخة ولو فشلت ودي النسخة الثانية، لتحول روما فيها من النظام الجمهوري للنظام الإمبراطوري. طبعا زي ما قلنا من شوية، المركب اللي ليها رئيسين تغرق، ما بالك اللي ليها ثلاث رؤساء أو رؤساء. المسكوكة دي مميزة جدا، بتوثق. هي ميزة العملات اللي بنقدمها ايه؟ بتتكلم على التاريخ، يعني احنا بناخد القطعة بنتكلم عنها تاريخيا، فبتقولي تاريخ الدولة وايه اللي حصل فيها، فبنتعلم، لان ده كله بيضيف ليه انا شخصيا، وبيضيف لكم ان شاء الله تتعلموا من الكلام ده، وبيخليك مش حب العملة حتى لو ما قطعة ما تستعينش بيها وتقول القطعة دي هايفة او ملهاش قيمة. لا، احفظ القطعة خليها معاك لغاية ما يجي اللي يقدر قيمتها، تديهاش لأي حد. اللي يعرف قيمة الحاجة اللي معاك اديها له، لكن اللي ما يعرفش قيمتها انا بقولك احتفظ بيها. انا عندي عملات كتيرة جدا محتفظ بيها، مش هعطيها لحد ولا هديها لحد. المهم نكمل بقى الحكاية. احنا قلنا حكومتين، كل مرة بتتحكم حكم ثلاثي من ثلاثة رؤساء، والمرة دي المرة الثانية يعني اتحكمت من ثلاثة، وقادت البلد من الحكم الجمهوري للحكم الامبراطوري. بنعرض هنا المسكوكة دي، هي مميزة جدا، بتحكي عن الحكم الثلاثي الثاني اللي بيسموه ديمقراط. نرى على الوجه تصوير جانبي للثلاثة حلفاء الظرف السياسي، رجال يونس وقاتلته، يعني هم دول اللي قتلوه، والمتقاتلين فيما بينهم أكتافيوس وأنطونيوس وليبودوس. النافي كان مصير الثالث اللي هو ليبودوس، والانتحار كان مصير الثاني اللي هو أنطونيوس، والانفراد بالحكم كان مصير الأول اللي هو أكتافيوس، اللي بعد كده بقى قيصر، أطلق عليه أغسطس قيصر أول أباطرة روما. التاريخ ده غير تاريخ منطقة البحر الأبيض المتوسط تماما لغاية وقتنا اللي احنا فيه. التاريخ اللي بنحكي عنه ده غير تاريخ المنطقة بالكامل في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. بنقدمها لكم، اتفرجوا عليها وشوفوا حكم روما ازاي من ثلاث أباطرة، وقلنا نبذة كده تاريخية، ورب تستمتعوا بالقطعة. طبعا قطعة نادرة وغالية، ولو هي معاكم أو ربنا كرمكم بيها مستقبلا هتنقلك نقلة مالية جامدة. وبقولك ما تديش برضو القطع اللي معاك لحد مش فاهم تاريخ القطع، اللي يعرف قيمتها بيقدرها وبيديلك فلوسها. تفضلوا اتفرجوا على القطعة ويا رب استمتعوا بيها.